السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في مستهل هذه الحلقة من الأجندة. في الأجندة هذا الأسبوع، الإمامة السياسية مسيرة قرآنية أم مسيرة ميكافيلية؟ هل الحركات الإمامية الموجودة في الساحة العربية اليوم حركات دينيه ام حركات سياسيه السؤال بصيغه ادق هل الحركه الحوثيه في اليمن وحركه حزب الله في لبنان وحزب الدعوه في العراق وغيرها من الاحزاب الاماميه في المنطقه العربيه هل هي حركات واحزاب دينيه تحاول ايصال الدين او اخلاق الدين الى السلطه كما يقول البعض في الاتجاه الاخر ام انها احزاب سياسيه تحاول ايصال الطائفه الاماميه الى السلطه فقط لا غير هذا سؤال مركزي يحتاج الى اجابه في مجال الفكر السياسي ستوفر علينا وقت كثير وستوفر علينا جهد كثير في معرفه ما يجري الان لمعرفه طبيعه هذه الجماعات التي تحاول ان تحكمنا بالقوه والقهر وعلى ضوء الاجابه ايضا ينبغي ان نبني خطابنا الاعلامي والثقافي ومواقفنا وتحليلاتنا السياسيه. اذا قلنا انها جماعات دينيه في المقام الاول فهذا يعني انها تحتكم الى القيم الدينيه والنظام الاخلاقي الديني في سلوكها السياسي وفي تنظيرها. ومن ثم فان من الممكن ان نتوقع ردود فعلها ونتوقع حدود هذا السلوك السياسي اذا قلنا انها جماعات دينيه في المقام الاول. اما اذا كانت جماعات سياسيه في المقام الاول والدين عندها مجرد رافعه سياسيه لتحقيق اطماع طائفيه سلاليه اطماع في السلطه واطماع في الثروه واطماع في الوجاهه اذا كان الامر كذلك فان الحديث هنا سيكون عن جماعات ذات طابع نفعي انتهازي واخلاق ميكافيلية نسبة إلى ميكافيلي صاحب كتاب الأمير الذي يشار إليه دائما في الوساطة في الأوساط السياسية والذي يعتبر مرجع في الانتهازية الانتهازية السياسية وينبغي حينئذ أن نتعامل معها مع هذه الجماعات في خطابنا وتحليلنا على هذا الأساس والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هو كيف نعرف ما اذا كانت هذه الحركات والاحزاب الاماميه جماعات سياسيه او جماعات دينيه الاجابه على هذا السؤال هي موضوع حلقه هذا اليوم كلنا راينا وسمعنا قيادات ورموز الحركات الاماميه في المنطقه العربيه سمعنا وراينا حسين بدر الدين الحوثي وأخيه عبد الملك ورأينا وسمعنا حسن نصر الله زعيم حزب الله اللبناني وسمعنا ورأينا نور المالكي القيادي الكبير في حزب الدعوة العراقي ورأينا وسمعنا كثير من قيادات ورموز هذه الطائفة في مختلف البلدان المنطقة للوهلة الأولى يظن السامع والرأي أنه أمام شخصيات دينية لأنها إما لأنها ذات سمت ديني بسبب العمامة واللحية أو بسبب ما يتردد على لسانها من آيات قرآنية وأحاديث نبوية وتعبيرات دينية وما شابه ذلك هذا اللي يخلينا نقول أننا أمام شخصيات دينية لكن هذا هل هل هذا وحده يكفي لاثبات اننا امام جماعات اسلاميه تتحدث في السياسه؟ ام ان هناك شروطا اخرى لابد من توفرها في الجماعه لكي نسميها جماعه اسلاميه؟ اذا قلنا ان هؤلاء رجال دين، وان جماعاتهم جماعاتهم جماعات اسلاميه. فهذا يعني انهم يحتكمون في سلوكهم سلوكهم الفردي والجماعي الى نصوص الدين وخصوصا تلك النصوص المتفق عليها. ومن بين تلك النصوص المتفق عليها ان الانسان المتدين المؤمن لابد ان يجمع بين الايمان والعمل الصالح، القرآن يكرر باستمرار القرآن هو مرجع المسلمين بمختلف مذاهبهم، يعني هذا المرجع المتفق عليه. و و وينبغي انه هناك ايضا قسم داخل القران متفق عليه قضايا متفق عليها من ضمنها ان الايمان اخلاق وعمل وعمل صالح ولان الايمان مكره القلوب والنوايا فنحن غير معنيين بالحديث عنه هذا مش موضوعنا لكن العمل السلوك السياسي هذا مجال نظر وفحص والعمل الصالح بمصطلح القران هو كل عمل نافع للناس سواء اكانوا مؤمنين او غير مؤمنين العمل الصالح هو العمل النافع للناس كافه الناس الان السؤال ما هو رصيد الجماعات الاماميه من العمل الصالح يا ترى؟ هذا معيار مهم وممتاز للحكم عليها اذا كانت اسلاميه او غير اسلاميه قبل ان نبدا في سرد موجز تاريخي للجماعات السياسيه الاماميه التي تعيث في الارض فسادا هذه الايام نحتاج للتاكيد على امر مهم هو ان الحديث عن جماعه يعني الحديث هنا عن جماعه محدده من هذه الجماعات هو حديث عن بقيه الجماعات الطائفيه يعني حينما نتحدث عن الحوثي فكانما نتحدث عن حزب الله او عن حزب الدعوه في العراق لانها جميعا تتبع مشروعا واحدا وممولا واحدا ومنهجا واحدا وخطه واحده إذا قلنا حزب الله فكأننا قلنا الحوثيين وحزب الدعوة والعكس صحيح. والفروق بين الحالتين العراقية واللبنانية من ناحية من جهة وبين الحالة اليمنيه هو فرق في في تفاصيل التراث الديني. يعني هذا إمامي وهذا زيدي أو هذا جارودي وهذا فروق بسيطة، أما الأخلاق والفكر والأهداف فهي واحدة. والآن تعالوا نطبق معيار العمل الصالح على هذه الجماعات الدينيه باعتبار معيار تحليلي يعني هو يستخدم في التحليل ايضا بما فيه تحليل الفكر السياسي ولنبدا بالحاله الحوثيه ظهرت الحاله الحوثيه لاول مره في حدود العام 2003 او 2004 وسمع الناس يومها عن جماعه ذات طابع مدني عفوا ذات طابع مذهبي ليس لها مطالب وطنيه او سياسيه واضحه تلك الايام يعني دخلت هذه الجماعه مع الدوله في نزاع ومع انها جماعه معارضه الا انها لم تنخرط في هموم الناس العاديين انذاك يعني الهموم السياسيه والاقتصاديه التي كانت يعاني منها المواطن انذاك والتي كانت الاحزاب المعارضه تتحدث فيها انذاك لم ينخرطوا فيها لم ينشغلوا بها وفهم الناس اي تلك الايام ان همومهم الاقتصاديه والتعليميه لم تكن جزءا من هموم الحركه الحوثيه ووجدوا انها مجرد حركه مذهبيه ذات طابع سلالي، الناس كلهم فهموا هذا ولهذا السبب لم تحظى هذه الحركه بتعاطف الناس انذاك صحيح كان حسين بدر الدين الحوثي يتحدث في بعض جلساته التوجيهيه الخاصه لاتباعه، كان يتحدث عن بعض امور السياسه، لكنه لم يكن حديث من يفكر في الاصلاح السياسي كما هو حال الاحزاب السياسيه. الاحزاب السياسيه الشرعيه المعترف بها دستوريا. وانما كان حديثا راديكاليا ايديولوجيا تاريخيا. صحيح كان معظم الحديث السياسي حديث ايديولوجيا تاريخيه مذهبيه. يهدف يهدف هذا الكلام كلام حسين وغيره الى تغيير كامل البنيه السياسيه في البلد مش اصلاح سياسي تغيير البنيه بالكامل والانتقال بها من النظام الجمهوري الديمقراطي الى النظام الامامي الشمولي سواء يسووه على الطريقه الايرانيه ولا على الطريقه اليمنيه القديمه كلها امامه وفقا لدعوه الحق الالهي المعروفه بالنظر الى هذه البدايات التي ما زالت مسجله في ملازم حسين الحوثي يمكننا القول ان الاصلاح السياسي لم يكن هدفا من اهداف الجماعه الحوثيه وانما كان هدفها الاساسي هو الانقلاب السياسي والاصلاح السياسي هو تغيير داخل بنيه الدوله الاصلاح السياسي هو عمليه تغيير يعني هو مظهر من مظاهر العمل الصالح بمفهومه الديني الناس لما يدخلوا في حاله معارضه للمنظومه الفاسده او للحكومه الفاسده هم بيمارسوا نوع من انواع الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وبناء على هذه الحقيقه حقيقه انهم جماعه انقلابيه لا جماعه لا جماعه اصلاح سياسي ما كان ينبغي لاحد ان يصدق موقف الحوثيين من قضيه رفع الدعم عن المشتقات النفطيه في العام 2014 لماذا؟ لان هذه الهموم لا تهتم لا تهتم بها الا جماعات الاصلاح السياسي. واحنا قلنا هذه ليست جماعات اصلاح سياسي. اما الجماعات الانقلابيه فهي تفكر في التغيير الشامل واخذ الجمل بما حمل. لو تتبعنا سيرة الحركة الحوثية خلال عامين فقط فلن نجد من الأعمال الصالحة لهذه الحركة ولأفرادها وأعضائها وقياداتها سوى تفجير وبيوت الخصوم وقتلهم واعتقالهم وتعذيبهم وتفجير بيوتهم وتفجير المساجد ودور تحفيظ القرآن ونهب مقدرات الدولة وبيع المشتقات النفطيه في السوق السوداء، والاثراء غير المشروع بطرق عديده، وقهر الناس واذلالهم وتجويعهم وقائمه طويله من الجرائم والمخالفات. وهذا الرصيد الاخلاقي هذا الرصيد الاخلاقي لجماعه الحوثي لم يعد يختلف عليه اثنان في اليمن. والحق ان هذه الجرائم الصغيره هذه الجرائم هي جرائم صغيره بجوار جريمه الانقلاب على الجمهوريه واختطاف الدوله والنكث بالاتفاقات والعهود التي وقعها اليمنيون جميعا في مؤتمر الحوار الوطني هذه هي الجريمه الكبرى الانقلاب على اراده الناس واسقاط الدوله هي ام الجرائم جميعا لماذا لان ما سينتج عن اختطاف الدوله واغتصاب اراده الناس السياسيه سيكون كارثيا في المستقبل ومعظم الفساد كما يقول المتخصصون بالشأن السياسي العلماء معظم الفساد هو نتيجة طبيعية لبنية النظام الشمولي الحاكم أي نظام يتصف بالشمولية لا بد أن يكون نظاما فاسدا إلا ما ندر والنادر لا حكم له والنظام الإمامي سواء لبس زي الجمهورية ام لبس زي الملكيه فهو نظام شمولي مستبد بالضروره دون شك اذا نحن هنا امام جماعه ليس لها من رصيد الاعمال الصالحه ما يستحق الذكر بل على العكس نحن امام رصيد ضخم من الجرائم والانتهاكات والمخالفات للشرائع الدينيه والمدنيه على حد سواء هذا الرصيد سيزداد في المستقبل اذا ما قرر اللاعبون الكبار ابقاء الانقلابيين في مكانهم لاداء ادوار تصب في صالح مشروع الشرق الاوسط الجديد. المشروع الرامي الى تقسيم المنطقه العربيه. ليس مظهر الاعمال الصالحه هو المظهر الوحيد للحكم على جماعه الحوثي من حيث هي من حيث كونها جماعه دينيه او جماعه سياسيه. لا، فهناك مظاهر اخرى. منها طبيعه اتباعها الذين من خلالهم يمكن ان نتعرف على طبيعه المشروع الحوثي. الانسان عاده ينجذب الى المشروع السياسي والفكري الذي يشبهه ويناسبه. والمثل يقول الجواب يبان من عنوانه. اذا كان الجواب يبان من عنوانه كما يقول المثل الدارج فان حقيقه الحاله الحوثيه حقيقة الحركة الحوثية يمكن ان تعرف بالنظر الى اتباعها التقليديين شوف بس اتباعها في الشارع نقصد بالاتباع التقليديين تلك الاغلبية النمطية من الاتباع التي تعطي تعطي الحركة مظهرها العام المظهر البارز فمن هم هؤلاء الاتباع النمطيين للحركة الحوثية؟ ما سماتهم التي يعرفها كل اليمنيين عندما يقال لك ان الحركة الانقلابية حركة دينية في الأساس فإنك تتوقع فورا أن ترى أكثرية أعضائها على مستوى من الأخلاق والسمت الديني إلى آخره. إذا قيل لك انها حركة إسلامية فإنك تتوقع أن ترى أعضائها على النحو الآتي تتوقع أن ترى إنسانا أو أناسا ذوي قلوب لينة رحيمة خاصة مع اهل ملتهم لأن الله يقول أشداء على الكفار رحماء بينهم من صفات المؤمنين تتوقع ان ترى اناسا حريصين على دماء الناس وحقوقهم لأن الله يقول ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي البغي اللي هو الاستطاله بقوه السلاح على الاخ. تتوقع ان ترى اناسا يكرمون الاسير اذا دخلوا حربا مع اعدائهم اعداء ملتهم فما بالك بالاسرى من ابناء جلدتهم وملتهم لان القران يقول في صفات المؤمنين ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا. الاسير يكرم. تتوقع ان ترى اناسا بمظاهر نظيفه لان القران يقول وثيابك فطهر قبل ان يقول قل هو الله احد فما الذي يراه اليمنيون في اتباع الحوثيين يا ترى؟ من الواضح ان الاكثريه النمطيه من اتباع الحركه الحوثيه هي عباره عن نقائض للايات القرانيه العكس الشيء النقيض للقران فلا قلوبهم رحيمه على اخوانهم في الدين ولا هم حريصون على دماء الناس وحقوقهم ولا ايديهم والسنتهم وجيوبهم عفيفه عن المال العام والمال الخاص ولا هم يكرمون الاسير والمعتقل واحنا شايفين شفنا كيف وب المعتقلين وليس فيهم من سمات المتدينين النمطيه اي صفه فما دلاله ذلك كيف نفهم ذلك كلنا نعلم ان الحاله الحوثيه انتشرت بسرعه مفاجئه في اوساط الناس في غضون عامين اصبح لديهم من الاتباع عشرات الالاف وهذا تضخم غير طبيعي هذا يشبه الانتشار الوبائي تضخم لم يحدث حتى لنبي من الانبياء فلماذا حدث هذا للحوثيين تحديدا هذه مساله بتفك لنا لغز في الحقيقه لو ان الحركه الحوثيه كانت حركه دينيه ما توسعت بهذه السرعه في اوساط المجتمع اليمني لماذا؟ لان الحركات الدينيه بضاعتها ثقيله على الناس الحركات الدينيه تعد الناس بما وراء الماده بالاخره وتحريمهم من اكثر المتع الدنيويه ولذلك ثقيله الحركات الدينيه تلزم اتباعها بقانون اخلاقي صارم وهذا ثقيل على الناس وعلى الحوثيين الحركات الدينيه تقول لاتباعها نظموا غرائزكم او قيدوها فلا تقتلوا النفس التي حرم الله ولا تاخذوا ما ليس لكم من ايدي الناس ولا تغتصبوا امرهم الذي جعله الله شورى بينهم هذه كلها اوامر اخلاقيه وقوانين وحركه الحوثي لا تقول هذا لاتباعها حركه الحوثي لا تقول لهم كونوا ربانيين عادلين متواضعين صالحين لا تلزمهم برضا اخلاقي اسلامي وانما تعمل على جذبهم وتوظيفهم وتوظيف غرائزهم لصالحها فهي تجد الكثير من ابناء يعني القبائل المحيطه بصنعاء تجد لديهم اميه وتجد لديهم نزعه الى الحرب واستخدام السلاح لان النظام السياسي السابق جهلهم خلاهم بلا شهادات بلا وظائف بلا بلا وعي فجاءت تستخدم هؤلاء الناس البسطاء الذين لم يكن لديهم وعي فتقوم بتوظيف هذه النزعه لصالحها والمقاتل الشاب الاتي من القبيله يجد في الحركة الحوثية مجال مناسب لاستعراض هواياته وغرائزه هو إنسان بسيط وهو إنسان فاشل بمعايير العصر الحديث يعني ما عندوش شهادة وما عندوش خبرة حديثة ما دام لا يمتلك شهادة ولا خبرة في مجال عصري خبرتها الأساسية فقط كانت في مجال الحرب والزراعة وما شابه ذلك هذا يجعل يرى في حركة الحوثي مجال مناسب، هذه الحركة تقدر مواهبي، أنا مواهبي هي القتل، الحرب، هذه الحركة تقدر مواهبي، حركة الحوثي تقول له تعال نصنع من فشلك بطولة، نخليك بطل وشهيد وتزغرط لك أمك. وهو بحاجة إلى دور البطولة هذا هذا الكائن هو بحاجة إلى دور البطولة ليرضي تلك الفجوة النفسية التي خلفها شعوره بالفشل. ولهذا تعطي حركة الحوثي مقاتليها مطلق الصلاحيات في التنكيل بخصومها والحكم على نواياهم شفناهم لما دخلوا صنعاء كان الفرد منهم يتصرف كما يشاء بمجرد ما يشك في شخص ممكن يغتاله يقتله يدخل أي بيت بدون أي وهناك هناك مئات القصص اللي يعرفها اليمنيين عن جرائم من مختلف الأنواع اقترفها مقاتلو الحوثي حينما دخلوا صنعاء وما زالوا يقترفونها وذلك مظهر آخر يدل على أننا أمام حركة سياسية تتبنى أفكار ميكافيلي لا أمام حركة دينية ضد طابع أخلاقي ديني أعزائنا سنذهب إلى فاصل قصير ثم نعود لمواصلة الحديث عن مظاهر الانتهازية والميكافيليه في الحركات والاحزاب الاماميه التي تعيث في المشهد العربي الراهن كونوا معنا قلنا ان المشروع الامامي واحد وثقافته واحده واخلاقه واحده وما يصح على فصيل من فصائل يصح على بقيه الفصائل وقد راينا في المحور الاول من الحلقه كيف ان الحركه الحوثيه حاله سياسيه ميكافيليه لا يمثل الاسلام لها مرجعيه اخلاقيه وثقافيه بقدر ما يمثل رافعه دعائيه للمشروع السياسي الامامي الخطاب الديني للحوثيين هو بمثابه شبكه العنكبوت التي تصطاد بها الفرائس الغشيمه والحال كذلك مع الفصائل الاماميه الاخرى التابعه لنظام النظام الايراني مثل حزب الله اللبناني وحزب الدعوه العراقي وغيرهما. بدليل اننا اذا حاكمنا هذه الجماعات السياسيه الى معيار العمل الصالح كما سميناه بمفهومه الديني سيتبين اننا امام حركات سياسيه ميكافيليه لا امام حركات دينيه. ولعل هذا هو السبب الذي يدفع المؤسسات السياسيه الغربيه للتواطؤ مع هذه الجماعات الطائفيه ضد المكونات العربيه الاخرى. لان المؤسسات السياسيه الغربيه تدرك جيدا ان الجماعات السياسيه الميكافيليه تستند الى نفس المرجعيه السياسيه التي يتبناها الغرب. ما هو الغرب عايش في حياته السياسيه كلها تستند الى كتاب الأمير لميكافيلي أي أن الفلسفة البراغماتية النفعية يعني التي نطلق عليها اسم الميكافيلية هذه السياسة هي المرجع مرجع واحد لكل من السياسة الغربية والحركات الإمامية سياسية والغرب بالطبع يفضل الجماعات البراغماتية الانتهازية على الجماعات الأخرى حتى لو خالفته في التوجه السياسي يعني إذا اتفقنا في المرجعية السياسية في الفلسفة السياسية ممكن لو اختلفنا في التوجه السياسي ما مش مشكلة الغرب يفهم أن الجماعات السياسية يمكن التفاهم معها لأن حدودها هي حدود مصالحها جماعات النفعية البراجماتية حدودها هي حدود مصالحها فإذا ضمنت مصالحها خلص على عكس الجماعات الدينية التي تضع لنفسها حدودا مثاليه دينيه لا تقبل التنازل عنها حتى لو ادى ذلك الى خسارتها، يعني هناك جماعات دينيه لا تقبل التنازل عن مبادئها حتى لو خسرت القضيه السياسيه لان حدودها دينيه. تعالوا نرجع الى معيار العمل الصالح الذي اصلنا له في المحور الاول لنحاكم اليه نموذج اخر من نماذج الاحزاب الاماميه اللي هو حزب الله اللبناني الذي له دور كبير في نشأة وظهور جماعة الحوثي وصمود الانقلابيين في صنعاء حتى الان. حزب الله هو الذي اشتغل هذه الفترة كلها في صنعاء. ولنبدا بمصادر تمويل هذا الحزب. تعلمون ان الجماعات السياسية من هذا النوع لا تقوم الا بتمويل مالي ودعم لوجستي كبير والا فانها اكون عرضا للزوال. فمن اين من اين يا ترى ياخذ حزب الله دعمه المالي واللوجستي يا ترى؟ تعالوا نستمع الى زعيم الحزب نفسه حسن نصر الله، نستمع اليه ثم نعود لتعقيب. انا قلت نحن ما عندنا مشاريع تجاريه. ولا عنا مؤسسات استثمارية بدها تشتغل من خلال البنوك حتى إذا عطلتوها بينكسر ظهرنا أصلا ما عناش نحن وعلى المكشوف ويمكن هيك شيء بالعالم كله ما فيه أنه واحد يطلع علنا وشفاف وصادق وبيقول للعالم كله نحن يا خي على راس السطح موازنة حزب الله ومعاشاته ومصاريفه وأكله وشربه وسلاحه وصواريخه من الجمهورية الإسلامية في إيران. تمام؟ ما حدا له علاقة أبدا الموضوع. كلام واضح وشفاف يستحق الإعجاب. يقول ليس لدينا شركات تجارية ولا بنوك ولا غيره. لكن يا ترى هل هذه الصراحة لوجه الله ام لشيء اخر؟ هو يقول كل شيء جاي من ايران. هل يحاول فعلا الاعتراف بالفضل ام يحاول التنصل من شيء اخر؟ وبتعبير اخر هل هذه الصراحه صريحه ام لها وظيفه اخرى؟ نحن لا نتحدث في النوايا بالطبع. وانما نحاول معرفه الحقيقه. ومعرفه الحقيقه ليس امرا سهلا هذه الايام. بل اننا ما طرحنا هذا السؤال الا لاننا نعرف شيئا اخر بخصوص مصادر تمويل جماعه حزب الله. ونحاول ان نحقق المساله من اكثر من زاويه لنصل في النهايه الى اجابه واضحه حول سؤال هل نحن امام جماعات دينيه تحاول تطبيق الشريعه الدينيه ام اننا امام جماعات سياسيه ذات طابع انتهازي ميكافيلي دنيوي تحت غطاء ديني. فيما يخص تمويل حزب الله اللبناني بمنطق العقل من المتوقع ان يحاول هذا الحزب تامين مصادر دخل غير التي تقدمها ايران، هذا بمنطق العقل، مش معقول يظل معتمد على ايران الى ما لا نهايه. يعني من باب الاحتياط لظروف الزمن. وليس من المعقول ان يظل معتمدا على ما تقدمه ايران، لان لاسباب عديده يعني لا مجال تفصيلها الان، المهم. المهم ان الحزب الذي هو عباره عن منظمه عسكريه ذات عقيدة توسعية لا يمكن أن يغامر بالاعتماد على مصادر أو على مصدر واحد للتمويل فلماذا إذا يكذب حسن نصر الله لماذا يقول أن كل مصروفات تأتي من إيران مع أن وسائل الإعلام وجهات سياسية دولية عديدة تقول إن لدى حزب الله مصادر تمويل أخرى السبب من وجهه نظرنا ان حسن نصر الله يحاول التنصل من مصادر التمويل الاخرى لماذا لانها غير مشبوهه غير شرعيه غير اخلاقيه الحزب يتعاون ويتعامل مع شبكه لتجاره المخدرات وتهريب السلاح وغسيل الاموال شبكه دوليه لبنانيه وايرانيه واسعه وكانت وزاره الخزانه الامريكيه قد نشرت في وقت سابق لائحة بما يقرب من مئة هيئة في العالم خضعت لتجميد أصولها المالية بسبب علاقتها مع حزب الله طبعا من السهل على حزب الله تشكيل شبكة دولية للتجارة المحرمة ومن السهل عليه أو من السهل عليه التواصل مع شبكات من هذا النوع لماذا؟ لأنه لا يحتاج سوى إلى التشبيك مع مؤيديه اللبنانيين المنتشرين في أنحاء العالم احنا نعرف انه هناك قرابة 14 مليون لبناني يعيشون في المهجر 14 مليون فيهم خبراء وأساتذة وناس ناجحين وناس أذكياء عندهم خبرة في مجال التهريب والأعمال غير القانونية أشطر ناس أبرع ناس لعلهم أبرع من سلك هذا الطريق في العالم وهذا ليس المظهر الوحيد لعلمانية حزب الله يعني كونه حزبا سياسيا لا حزبا دينيا. وان مارس الدين وتخاطب بالدين هذا موضوع اخر. فهناك مظاهر اخرى عديده ابرزها ابرزها يعني ليس هذا فقط هو المظهر الوحيد، هناك مظاهر اخرى ابرزها هذا التحالف العضوي بينه وبين بين النظام العلماني الفاشي في سوريا. وليست العلمانيه بالطبع هي التي تجمعهم يعني اللي يجمع نصر الله مع الاسد ما هيش العلمانيه. بل نداء الغريزة الطائفي ولو سألت حزب الله أو حصد نصر الله علي ما سر هذا التكارب بينك وبين نظام علماني فاشي في سوريا سيقول اللي يجمع بيننا هو الدفاع عن نظام مقاوم نظام الأسد نظام مقاوم طبعا هذه الكذبة التي أصبحت مكشوفة تماما إلا إذا كانت المقاومة هي قتل مئات الآلاف من الشعب السوري وتشريد الملايين وتغيير الديمغرافيا السورية لإحلال الشيعة محل السنة في سوريا شيء عجيب وها هو الآن الأخبار تقول أنه حبيب إسرائيل عبد الفتاح السيسي ينضم إلى حلف المقاومة حلف إيران لحماية نظام الأسد وها هي أمريكا نفسها تعمل جهدها لحماية نظام الأسد من السقوط فهل يعني هذا أن السيسي عبد الفتاح وامريكا من محور المقاومه مثلا هل يعني هذا انهم جزء من المقاومه يعني هناك امور تجعل المنطق احيانا منطق سخيف ومنطق هزيل من الواضح ان الذي يجمع هذه النظم الذي يجمع حزب الله مع الاسد مع ايران هو الدعوه الطائفيه المذهبيه اما المقاومه فهي مجرد ذريعه مكشوفه خلاص صارت مكشوفه والايام القادمه كفيله بكشف المزيد من الخبايا في نفس السياق وفي نموذج ثالث عراقي تخرج علينا وسائل الاعلام العراقيه بالخبر الاتي رئيس الوقف الشيعي بالعراق يختلس الملايين بذريعه الحسين ورئيس الوقف الشيعي هو رجل معمم عليه سيماء الشيوخ والصالحين والتهمة لم تأتي من الشارع بل من لجنة النزاهة في البرلمان العراقي التي أحالت أكثر من عشر ملفات عشر ملفات فساد عشرة ملفات فساد إلى هيئة النزاهة تخص علاء الموسوي رئيس ديوان الوقف الشيعي في العراق وتهدد هذه لجنة النزاهة بفتح ملفات جديدة بحقه إذا اقتضى الأمر يعني إذا تطاول زيد في وهناك احاديث سابقه عن فساد كبير لشخصيات عديده من رجال الدين الاماميين في العراق. طبعا قد يقول البعض هذه اخبار تدين اشخاص يعني تدين افراد وليست حجه على الجماعه والاحزاب، وهذا كلام صحيح لكن لكن ما رايكم اذا كان الفساد والتجاره غير المشروعه والاثراء غير المشروع هو عمل منظم وعمل معظم الاحزاب الاماميه في العراق. العراق هذه الدولة الغنية الثرية تعاني اليوم من فقر مدقع وتدهور في الخدمات لا مثيل له الا في اليمن. بسبب هذه فساد النخب والاحزاب السياسية الحاكمة. وهي في الاساس احزاب امامية معروفة. أظن أن من المناسب أن نستمع إلى شهادة طريفة لعضو مجلس نواب عراقي وهو يكشف عن الموارد المالية لبعض الأحزاب الإمامية في العراق. حديث هذا النائب مذهل بالفعل. لكنه غير مستغرب لمن يعرف طبيعة هذه الجماعات تعالوا نستمع إلى النائب العراقي فائق الشيخ علي في هذا المقطع الطريف لي على اساس شريف اليوم انا راح اوضحهم وراح ابين الحقيقه شنو اللي صار بالعراق منذ سنوات اخوان العراق بي صالات قمار ما موجوده حتى بمونتي كارلو ويوميا معدل فيها هاي صالات القمار في اماكن محدده واذا تريدون اقول لكم وين بس مو الان على الهواء مباشره لانه ايضا انا ما اريد احارب الاخرين وارد هاي الصالات يوميا المعدل وعدي دراسه مليونين دولار الاحزاب الاسلاميه خلي احدد اللي تمتلك ميليشيات اللي تمتلك اجهزه وقوات مسلحه اللي تمتلك امكانيات هنا بالعراق، وتحديدا خلي أخصه علنا ماكو لاعب ولا كذا، الشيعيه منها، طبعا اتحدث عن البعض، ما قلت كل الاحزاب، ما قلت كل، لا, لا واضح انه انا المنعني، متقاسمه الاموال والواردات مع منو؟ مع هاي الصالات، احد الاحزاب يوميا نص مليون دولار يسلم من قبل هاي صالات القمار يمول بيها. يمول بها ربعه وجماعته والا هذا الصرف والاستيلاء على ارض العراق وهاي الدعايه الكبيره من يجيبون الاموال؟ من له نص مليون دولار يوم نعم عده وزراء مستولي مثلا على النفط آه يلعب بالدوله العراقيه هذا كله صحيح بس انا احكي واحد تيجي يوميه نص مليون دولار اكو من عندكم واحد يرفضها؟ لا طبعا هاي اللي متعلقه بصالات القمار اللي قلت ما موجوده لا بمونتي كارلو ولا بلندن ولا حتى بيروت ما موجودة هيك صالات اللي موجودة الآن عندنا بالعراق الملاهي اللي بيها تعرفون الملهى منه يعني شنو بي بي بنات وبي متمام حزب آخر ثاني إسلامي شيعي يحمي الملاهي بالعراق مقابل أموال صاحب الملهى يطيه هاي صار اثنين البارات انتوا شلون تصورون ان الناس فاتحه البارات والناس تطب وتطلع بالبارات بكيف هاي يعني هيك احنا دوله سائبه ما عندنا حكومه فمنو اللي يحميهم يحميهم حزب اسلامي شيعي ثالث هاي حصته ياخذها من البارات يومية والا شنو التصريح لما يطلع لك فد رئيس كتلة بالعراق وشخصية محترمة ما أريد أنا أتحدى ضده يقول لك 72 ملهب بالعراق مو رسمي ما لك هاي الاحصائيه احنا نواب واقفين ما عندنا هاي الاحصائيه شلون انت لا فلازم تفهم بانه هاي الدوله جاي يسيرها هؤلاء ادعياء الاسلام المزيف وعايشين على العرق وعايشين على النساء الساقطات وعايشين على القمار يتقاضون اموال وهذا الوضع بالعراق منذ سنين وعدهم اموال وفلوس هسه <applause> اجوا منعوا العرق ليش لانه الخشخاش انتبه شويه لهاي النقطه لان الخشخاش جاي ينزرع بالعراق وتحديدا بالجنوب الخشخاش شنو اللي يطلعون منه المخدرات بعد لانه الحبوب اللي بالملايين جاي تستورد من ايران فاكو ناس على باب الله يوميا يدخل سيارات حبوب ومخدرات للعراق اظن انه آه هذا الكلام مست... ليس مستغرب على الجماعات الاماميه يعني هل هو مستبعد مثلا؟ لا ليس مستبعدا. الذين قرأوا التاريخ يعرفون ان الجماعات الاماميه هو هي اول من استخدم الحشيش في التأثير على الاتباع لتوجيههم في القيام بعمليات اغتيال وقتل غير مشروعه. كلنا يعرف جماعه الحشاشين المشهوره. جماعه الحشاشين هي طائفه اسماعيليه نزاريه انفصلت عن الفاطميين في أواخر القرن الخامس الهجري الحادي عشر الميلادي لتدعو إلى إمام خاص اسمه نزار المصطفى لدين الله ومن جاء من نسله واشتهرت هذه الجماعة ما بين القرنين الخامس والسابع الهجري وكانت معاكلهم الأساسية في بلاد فارس كل جاي من فارس وفي الشام بعد أن هاجر إليها بعضهم من إيران وقد ورد اسم الحشيش الحشيشه او الحشيشيه وهو اسم اخر للحشاشين ورد في بعض المصادر الاسماعيليه دون تفسير لم يفسروا الكلمه الا ان بعض الدارسين وجد المعنى في تلك في الحاله العجيبه الفدائيه التي كانت تميز مقاتليهم كان في حاله فدائيه غير طبيعيه كانت كان المقاتلون الحشاشون يتمتعون بها فهم لا يخافون الموت ولا يلقون لهم بالا تماما كما كان كما لاحظ اليمنيون في الحاله الحوثيه وقد اشتهر بالنسبه لنا في اليمن اشتهرت امر الحبوب المريبه التي كان الحوثيون يوزعونها على مقاتليهم واتباعهم وكما اشتهر ايضا المخدر الذي يخلطونه بماده اسمها البرتقال المعروفه هذا كان امر اشتهر واشاعات واكدها كثير من الناس وبعضهم اطباء صحيح لا يوجد تحقيقات في هذه الاخبار حتى الان لكن من الذي سيحقق في ظل غياب شامل للدولة؟ إنما هذه الأخبار مشتهرة وبعضهم يرويها عن أطباء مختصين شاهدوا الحالات بأنفسهم وكل هذا السلوك يدل على أن جوهر الدين جوهر الدين ليس حاضرا في سلوك وعمل هذه الجماعات والأحزاب كانت جماعات الحشاشين ترسل المقاتلين بعدما يعني تعطيهم الحشيش وتخليهم ينفذوا أعمال اغتيال وقتل نحن لا نتحدث عن حالات فرديه فقط ولا عن واقع وقائع محدوده وانما نتحدث عن خصائص ظاهره وغالبه لا تخفى على العين المجرده لقد تم تغيب الجوهر الاخلاقي للدين في هذه الجماعات لصالح الدعوه السياسيه المتمثله في الحق الالهي غالب احاديثهم على هذا الموضوع ليس فيها تزكيه وكل خطاباتهم تقريبا هي حديث عن هذا الحق التاريخي وكأن الإسلام مجرد خطة لتعبيد الناس لسلالة من السلالات تكلمنا في الحلقة الماضية عن أن الفكرة الإمامية يفتكر افتكار شديد إلى البعد الصوفي البعد الأخلاقي الذي يربي المجتمع الإمامي على المنظومة الأخلاقية الدينية انه الدين في نهايه المطاف جوهر الدين هي القضيه الاخلاقيه. لكن للاسف الفكر الامامي جعل جوهر الدين هي القضيه السياسيه. الى هنا ناتي الى ختام هذه الحلقه نلقاكم في الاسبوع القادم نرجو ان تكونوا بخير وان تظلوا في امن وامان استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله.